حياكم الله ويا رب تكونون بأحسن حال. هذه مجموعة من الأخبار اليومية التي أود أنقلها بشكل سريع ومختصر للمتابعين. وقبل أن نبدأ بالخوض بتفاصيل الأخبار، أتمنى لكم سنة سعيدة وكل عام وأنتم بخير. خبرنا الأول هو على صلة باحتفالات رأس السنة يوم أمس وفجر اليوم، حيث سجلت بعض الحوادث المؤسفة المعتادة التي تتكرر كل سنة، حيث وبحسب التقارير فإن دائرة خدمات الطوارئ الدنماركية كان لديها 284 حالة إنذار يوم أمس، وهذا الرقم الذي ممكن أن تجده كبير هو نصف ما تتلقاه دائرة الطوارئ بالعادة، حيث سجلت دائرة الطوارئ في السنوات الماضية ما يقارب 500 بلاغ في ليلة رأس السنة. وسبب انخفاض حالات الطوارئ يوم أمس وفجر اليوم إلى النصف هو بسبب تساقط الأمطار التي رطبت وبللت معظم الأماكن القابلة للاحتراق، لكن هذا لم يمنع من أن تكون هناك بعض الحوادث المؤسفة وإصابات الخطرة بسبب سوء استخدام الألعاب النارية، وكانت كذلك هناك حوادث حرق لعدد من السيارات في مدينتي أوغوس وأودنسة، وكذلك حرق لحاويات القمامة، وسجلت 25 حالة إصابة بالعين في معظم مدن الدنمارك. يوم أمس وكالمعتاد في آخر يوم في السنة كانت هناك كلمة للملكة ماغيرا، ومن بين الأمور التي تطرقت لها الملكة خلال كلمتها هو عن الصعوبات التي عصفت بالعائلة المالكة خلال الخريف الماضي بين ابنها الأمير يواكيم والأميرة ماري، بعد أن قامت الملكة بتجريد أبناء الأمير والذين هم أحفاد الملكة من لقب الأمراء. وقالت الملكة بالنص أن الصعوبات والاختلافات تتولد في كل العوائل وحتى عائلتي كذلك، وكل البلاد كانت شاهدة على ذلك، وأنها تشعر بالأسف على هذا الخلاف الذي دب بين العائلة. الخبراء تفاجؤوا من تطرق الملكة لهذا الموضوع خلال خطبتها يوم أمس، لكن الكلام عن الخلاف العائلي داخل العائلة المالكة وللعلن دليل على عمق الخلاف بينهم. وتعقيبا على هذا الخبر، فإنه من اليوم الأول من شهر يناير، فإن أحفاد الملكة من ابنها يواكيم سيحرمون من لقب الأمراء بعد القرار الذي اتخذته الملكة في شهر سبتمبر الماضي. فنيكولاي وفيليكس وهنريك من اليوم سيطلق عليهم لقب الكونت، بينما البنت الأميرة إتينا سيتم إطلاق لقب كونتيسة عليها. والكونت والكونتيسة ألقاب تطلق على النبلاء وممن يتبعون الحاشية الملكية. وإذا تسأل عن السبب الذي دفع الملكة لاتخاذ هذا القرار، هو برغبتها أن يكون هناك عدد أقل من الأشخاص في عائلتها ممن يحملون الألقاب الملكية. خبرنا الثالث سيكون أوروبي، فاعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير ستتوسع حدود الاتحاد الأوروبي، بعد أن أقر في الاجتماع الذي عقد في بروكسل بداية الشهر الماضي السماح لكرواتيا بدخول المنطقة الجغرافية للاتحاد المعروفة بمنطقة الشنغن، وتغير كرواتيا كذلك عملتها لليورو، وبالتالي ستكون تأشيرة كرواتيا للحاصل عليها من خارج دول الاتحاد الأوروبي تسمح له بالتنقل بحرية داخل حدود الاتحاد. وفي الاجتماع نفسه تم رفض طلبات رومانيا وبلغاريا من عضوية منطقة الشنغن. من اليوم سيسمح بإعادة فتح مزارع تربية المنك في الدنمارك، لكن ضمن شروط فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا. وحسب معهد الأمصال الدنماركي فإن إمكانية نقل العدوى من المنك للإنسان قليلة جدا إذا تم تطبيق والعمل بعدد من الإجراءات الوقائية. وكان 1243 مزارع ممن يملكون مزارعا للمنك قدموا على طلب تعويضات من الحكومة، بعد أن قامت الحكومة بإبادة أعداد كبيرة من حيوان المنك بسبب تفشي فيروس كورونا حينها، بينما طالب 13 مزارع بتعويضات جزئية من الحكومة لرغبتهم بتربية هذا الحيوان من جديد بعد انحسار الفيروس. هذه نشرات الأخبار ستكون إن شاء الله بشكل دوري على قناتي على اليوتيوب، وسأنشر كذلك أخبار سريعة في أقل من دقيقة على حساب الإنستغرام، لذلك احرص على متابعتهم ليصلك كل ما هو جديد من الدنمارك.
نلتقي على الخير، حياكم الله.